موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، تم يوم الأمس الأربعاء بمدينة السلوق قراءة الفاتحة ووضع باقة زهور على صرح الشهيد عمر المختار، حيث كلف القائد العام كل من مدير مكتبه ومدير إدارة التوجيه المعنوي بإقامة مراسم أحياء الذكرى 89 على أنغام الموسيقى العسكرية وبحضور طابور الشرف العسكري. كما قامت قوة من سلاح الجو بطلعة جوية فوق مدينة سلوق وموقع الضريح تحية لها وللشهيد عمر المختار. كما قام مدير مكتب القائد العام ومدير إدارة التوجيه المعنوي بقراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد العمدة بريك الواطي ورفاقه الذين طالتهم أيادي الغدر والإرهاب، مثمنين استمرار جهاد الأبناء ضد الإرهاب. أكد المتحدث العسكري أن القيادة العامة لن تقبل بأي حال من الأحوال أي إملاءات خارجية لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر تبذل جهودا مضنية لحل الأزمة الليبية دون فرض أي إملاءات خارجية، ولو أنها أرادت قبول الإملاءات الخارجية لكانت الأزمة الليبية قد حلت منذ فترة، ولكن سيكون هناك استعمار طويل للبلاد. واستذكر المتحدث العسكري ذكرى 89 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار وجهاد المجاهدين الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي، مؤكدا أن جهادهم يعد نهجا تسير عليه القيادة العامة للقوات المسلحة بشكل يومي. أعلن فايز السراج عن رغبته في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر المقبل بعد توصل لجنة الحوار السياسي إلى اختيار رئيس حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد. وقال السراج في بيان متلفز منذ توقيع الاتفاق السياسي في سخيرات في ديسمبر عام 2015، سعينا لإحداث أكبر توافق ممكن وتوحيد مؤسسات الدولة حتى تستطيع تقديم خدماتها بشكل لائق للمواطنين على حد زعمه. زعم رئيس حكومة سقراط أنه تعرض للأذى نتيجة محاولته لم شمل الليبيين. كشف ديوان المحاسبة في طرابلس في تقريره عن العام 2018 عن مصاريف ضخمة للمجلس الرئاسي. وأوضح التقرير أن ديوان حكومة سقراط صرف قرابة 86 مليون ضمن أنفاقه السنوي وتشمل السفر والضيافة والقرطاسية. كما تحصل الديوان على 44 مليون دينار في شكل اعتمادات. كما صرف ديوان الرئاسي أكثر من 5 ملايين دينار على الإعلانات والعلاقات العامة، فيما تحصلت شركة سياحية على أكثر من 7 ملايين دينار لتقديم خدمات الرئاسي الذي منح أيضا وفق التقرير عهدا ماليا تقدر ب 115 ألف دينار، وقام بصرف قرابة نصف مليون دينار على أشخاص يتبعون جهات ذات ميزانيات مستقلة. كما فصل التقرير أبوابا أخرى من الإنفاق وضحت كلها أوجه صرف غير المنضبط وإهدار المال العام. أجرى أمر إدارة التوجيه المعنوي في رأسرت جولة تفقدية على وحدات الدعم المركزي في رأسرت للرفع من الروح المعنوية لمنتسبي الفرع وتتبع عملية الضبط والربط والمجاهرة بالأمن داخل المدينة. أدت هذه الجولة بناء على تعليمات من إدارة التوجيه المعنوي تزامنا مع ذكرى يوم الشهيد عمر المختار، واستمرارا للمجهودات التي تقوم بها الإدارة في نشر الأمن والاستقرار داخل المدن الواقعة تحت حمايتها. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وإنستغرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق القناة عبر أجهزتكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .net. نهاية الموجز، في أمان الله.